المشاهدين والمستمعين بنحييكم عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نحكي فيها عن ملف الأجور إن كان بالقطاع العام وإن كان بالقطاع الخاص. اليوم يعني زودات فتات تعطى للقطاعين بوقت هلأ عم نحكي عن مؤسسات القطاع الخاص، كله صار بالدولار، بيقبضوا كله بالدولار والدولة عم بتسعر على الدولار والمعاش عم بينزاد فتات للموظفين اللي بالقطاع العام وكمان بالقطاع الخاص. لا في ضمان عم بيقدم التقديمات اللي لازم يقدمها ولا تعاونية موظفي الدولة. كيف بدنا نعيش هيك؟ طيب رح نفتح الملفين اليوم مع ضيوفنا. أول ضيف عضو رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال، عنا كمان بالقسم الثاني رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشار الأسمر، وعنا مداخلة لوزير العمل مصطفى بيرم. قبل ما نفتح الملفين، انخفض برميل النفط عالميا بحوالي 13 دولار بغضون أقل من أسبوع، بينما الانخفاض تجاوز 10%، بينما ارتفعت أسعار المحروقات بلبنان بشكل جنوني على الرغم من عدم وجود تغييرات كبيرة بسعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار. فهالفترة شو مبرر هالزيادة؟ على كل حال خلينا نتابع ونقول اليوم بده يبلش تطبيق قانون السير. اليوم حزام أمان، سيارات إذا منيحة ولا لا بوقت المعاينة مسكرة، كمان يعني إذا دافعين ميكانيك ولا لا. على كل حال يا سعادة المعنيين اللي بدكم طبقوا اليوم قانون السير، طيب هالقانون موجود، ليش ما كان عم يتطبق؟ وانتوا عايام ال 1500 ليرة ما قدرتوا طبقتوه لما كانكم قادرين تصلحوا آلياتكم وتكونوا تقوموا بجولات على الطرقات. فإذا اليوم تطبيق القانون السير، القانون يا جماعة لا مواهم ولا بالمواسم، بكل الأيام تطبيقه واجب. فإذا اليوم عم نحكي بقانون السير، رح نحكي اليوم عن الإدارة العامة والإضراب مع ضيفنا عضو رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. أهلا وسهلا فيكم ومشكورين على استضافتكم دائما وتضويتكم على مشاكل وحلول القطاع العام وطلب ويعني مطالبهم أكيد. نعم بس مطالبكم موقفة إدارة عامة، يعني مين بيتحمل المسؤولية؟ اليوم نحن بعجز، ما في أموال، نحن منطلع أموال يعني طبعا لخزينة الدولة من الإدارة العامة، إن كان من هيئة إدارة السير، إن كان من اليوم العقارات، مديرية العقار، يعني وين ما كان، إن كان كمان من وزارة الزراعة، إن كان من التفقة، معطلينا حضرتكم، يعطيكم ألف عافية. معطلينا إبراهيم. نحن بدنا نبلش بالشكل التالي. نحن صلنا تحركاتنا هيدا وإضرابنا اليوم ما إجا فجأة. نحن صرنا سنة عم نطلق الصرخة تلو الصرخة وعم نقول هلأ عملنا أضراب عم نجي في يوم بالأسبوع، رجعنا عملنا أضراب عم نجي في يومين يوم بالأسبوعين، رجعنا أن أضراب مفتوح، رجعنا اتراجعنا، يعني عطول عم نعطي أمل للحوار وللنقاش ولفتح الأمور. صرنا سنة بهالوضع، وصلنا لمرحلة ما عاد فينا بقى نتحمل. يا جماعة حطوا حالكم محلنا وروحوا على بيوت الموظفين، حتلاقوا بيوت هناك مقاسي في بيوت الموظفين، هناك مشاكل كبيرة. نعم. طلباتنا كتير هيني، صح نحن موقفين هون، طيب الدولة ما لنا موقفة مسار الحياة العام بلبنان ككل، مش موقفت لنا مسار حياتنا، نحن مش قادرين نتحرك، نحن مش قادرين نتحكم، نحن مش قادرين نشتري دواء، نحن مش قادرين نشتري بنزين. طيب هل يعقل انه في هناك موظف بعده بيقبض مليون ومئتين ألف او مليون وثلاثمائة ألف؟ شو بدها تعمل له هيدي؟ حتى لو اعطيوه هذه المساعدة الاجتماعية الرشوة اللي نحن سميناها ضمن بالبداية حطوها ضمن شروط انه 3 ايام عمل، بعدين تم الاجتماع العظيم اللي صار بالقصر الحكومي. ايه ليش ما دعيتوا؟ وبغياب يعني هيك مستغرب وبتغييب، مش بغياب وبتغييب، مستغرب ومستنكر ومستهجن من قبلنا. وتغييب ما معلش يعني انتم ما انكم قانونيين؟ لا قانونيين، لا مش قانونيين، ما عملتوا انتخابات للرابطة. ساني ليش ما صار في انتخابات للرابطة؟ ليش ما سويتوا وضعكم القانوني؟ طب اسمعيني، ليش خليتوا حالكم تصاروا لهون؟ ثانية واحدة، نحن عملنا انتخابات وحضرتك استضفتيني بعد الانتخابات بجمعتين، قلت لك عملنا انتخابات قانونية ورجعنا طلعنا ورقة من الداخلية وتنتهي انتخاب فترتنا ب 15/7. بعدين نحن نستمد شرعيتنا
طب عملتوا انتخابات طب ليش الدولة دولة مش الرئيس نجيب ميقاتي مش معترف يستفل مش معترف انتو بقانونيتكم وزير العمل مش معترف يستفل كيف يستفل بس نحن قانونيتنا وشرعيتنا مستمدة من الشارع من الموظفين اللي أضربوا مجرد ما فيك مج... وبعدين نحن عنا ورقة من الداخلية بتقول انه نحن شرعيين لغاية 15-7 ايه ليه ما فرج الورقة وزير الداخلية لدولة الرئيس نجيب ميقاتي كمان ما فينا نقول له شيء غيبوكم عن الاجتماع غير مستنكر غير قانوني هيدا تغييب هيدا تغييب مستنكر وتدخل سافر بحقوق الحركه العماليه بس قلي ليش الرابطه وضع مش قانوني لا بالنسبه لا قانوني برجع بعيد وضع قانوني ليش ما تبرينا مش قانونيه بس حرين هني حرين هني الدوله هني الدوله هني الدوله لانه حطوا حضرتك اذا انتبهتي ضمن الكلام اللي قالوه بدنا رابطه تطرح خطاب جديد هذه الكلمة اللي طرحها لا رابطة قانونية ليش قال بعدين يعني تطرح خطاب جديد ما عليه عم بتقسم الكلمة هني أول شغلة عم يطرحوا خطاب جديد هذا الخطاب الجديد اللي عم يطرحوا شو بدهم منه بدهم نروح نحن شو الخطاب اللي نحن بدنا نحمله نحن حاملين خطاب وحيد وهو مصالح الموظفين حقوق الموظفين هيدا الخطاب اللي لازم نحمله حي الله رابطة بدها تكون شرعية لازم تحمل هذا الخطاب بس ما جاوبتني على سؤالي بلا. ليش هني معتبرينكم مش ما فيك تقولي حرين يعني شو إذا نحن بخمستعى السبع نعم إذا صار بخمستعى السبع ليش اعتبروكم مش قانونيين ما بعرف بدك سألي أصحاب الشأن لأنه نحن قانونيين نحن إلنا فترتنا بتنتهي بخمستعى السبعة ونحن قانونيين لغاية 15/7/2022 بعدين كنا عم نمرق بمرحلة كوفيد بعدين اجت مرحلة الانهيار الاقتصادي والمالي بلبنان وقلنا عم نحضر للانتخابات بلغتوا وزارة العمل عم نحضر لا نحن بنعمل انتخاباتنا ومنبلغ الداخلية ما في نظام داخلي بيحكم على الأمور بنعمل انتخاباتنا بناخد قرار من الهيئة الإدارية بتحديد موعد انتخابات وكنا عم نحضر يعني انتوا عم تقولوا وضعكم قانوني هن بيقولوا وضعكم مش قانوني نحن عم نحضر شو بدنا نعمل كمستمعين كمشاهدين شو بنقول نحن قانونيين نحن بنقول للمستمعين نحن قانونيين ونستمد برجع بعيد نستمد شرعيتنا أيضا امبارح أعلننا أضراب كهيئة إدارية كل القطاع العام كان موجود بهذا الأضراب ونفذ أضراب للمرة الأولى بتاريخ الإدارة اللبنانية كان أضراب يشهد له يشهد له تسكير بحدود 95-97% وهيدي 97% نحن قلناها لأنه مثل ما انهار رواتبنا 97% من قيمته الشرائية كان الأضراب معليش يعني إذا أنا بقبض آخر الشهر بسكر وما بيجي على شغلي ما أنتوا بتقبضوا آخر الشهر أضربتوا ولا ما أضربتوا يعني أحسنكم تقعدوا ببيوتكم ومعاشكم مأمن نحن مش هوات أضراب وأضرابنا ليس موجه ضد الناس نحن إدارة عامة نحن إدارة عامة قدمنا الخدمة العامة واجباتكم عم تاخدوا معاشاتكم آخر الشهر أيوة. هيدا من أولى واجباتكم عم نعمل واجبات تقدموا خدمتكم لقاء أكيد. معاش أكيد. وراتب آخر خلينا الشهر خلينا نوضح الأمور أكتر عم ناخد رواتبنا بس وين ستساوي رواتبنا بس هلأ أنتوا أخدين رواتبكم قاعدين ببيوتكم شو بتساوي رواتبنا طب بس قاعدين ببيوتكم شو بتساوي يعني رواتبنا أنتوا مش عم بتقوموا بأي خدمة أنا ما قادر أوصل على شغلي تنكة البنزين حقها 700,000 ورح تصال إسا يبشرون امبارح انه ممكن تصال للمليون ونص في حال رفع الدعم بس هلأ اليوم متراجع بتراجع برا وهون عنا غلي هون بده يرجع يغلى إيه للأسف انت حضرتك برا. نعم. أنا بدي اشتغل على السعر برا طيب منكمل رفعونا البدل النقل على أساس لل 64,000 هيدا بالاتفاق القديم في وقت لغاية اليوم هناك إدارات ووزارات لم تقبض حتى بدل النقل على 24,000 هذا بالاتفاق القديم اللي صار إنه حسبوا لكم بتكون حضور 3 أيام تقبضوا نص راتب وبتقبضوا بدل النقل 64 بطوا نص الراتب في ناس قبضوا في ناس لا حتى. كيف يعني بس كل الناس يعني نص الراتب انقبض امبارح هلا المساعدة الثانية بعد ما انقبضت يقال إنه بين اليوم وبكرة أو بعد بكرة حتنزل على المصارف مش هون المشكلة بس هذا النصف الراتب شو بيقدم ويأخر وقت اللي بيكون في موظف معاشه مليون ألف أو مليون ومئتين ألف خليك معنا بدنا ناخد اتصالات مين معي صباح الخير ألو اتصال آخر ألو ألو تفضلي بونجور بونجورين ديك بدي أقول لك مشان السنتور والتطبيق القانون ايه يعني اليوم كنا عم نحكي عنه نعم ما عم بقول لك يا ريت بيطبق بكل المناطق وأنا بشك إن شاء الله يتطبق بكل المناطق هو القانون لازم يتطبق ما هو بعده سير المفعول حبيبتي بس هلأ
بس هلا بالظروف الصعبه بده يطبقوا. ليه بده يلموا ايه هلا بدهم يحطوا كم رادار؟ ايه بمناطق ومناطق مش بكل المناطق، ما انا بروح على مناطق هنيك وبعرف. تاني شيء في عندي شكوى، البارك ميتر بفرن الشباك عملوا لنا الضبط نهار الجمعه مع انه ما في بارك ميتر، رحنا دفعناه بالاو ام تي، ماشي البارك ميتر ولا في عناصر مشاغبه او محتلين؟ بدنا نسال عن الموضوع. ليه إيه نحن على يعني نحن معلوماتنا لهلا مش ماشي البارك ميتر، رح نجاوبك على هالموضوع طبعا بالحلقات المقبله. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. كمان بناخذ اتصال، مين معي؟ الو، مش ظاهر راح. تنكمل لكن نحن هلا بدنا نكمل انا وياك، خلينا نسال. طبعا. اليوم في حركه انه انتم اليوم عم بيشتغل، كان وزير العمل، كان رئيس الاتحاد العمال العام، الرئيس نجيب مئاتي، عملوا اجتماع. هذا الاجتماع يعني حرروكم اليوم من حضور الثلاث ايام وتركوا بايد الوزير او المدير بالوزاره هو يحدد العمل اللي بدك اياه. شو تعليقك على اللي صار؟ اول شغله رابطه موظفي الاداره العامه تم الاتصال فيها بشخص رئيستها الاستاذ نوال نصر انه تحضر الاجتماع، وبعد ساعتين يتم الغاء الموعد. نحن استغربنا، قلنا لك ليش؟ قلنا لك ليش؟ نحن استغربنا هذا الموضوع، نحن عرفنا عنا معلومات هذا الموضوع. نعم. هو تدخل سافر بحرق بالإدارة العامة وتدخل سافر بالحركة النقابية بشكل عام. ومستغرب عدم وجود الهيئة الإدارية للرابطة بوقت انه هي المخولة الوحيدة والشرعية انه تناقش مسار الامور ومسار الحلول. هيدا حكينا فيه احنا ما نرجع نعيد، لانه اعتبروا وضعكم غير شرعي. عطيونا رشوة اخرى انه نحن حررنا لكم هالثلاث ايام من العمل وربطوها بايد الوزير والمدير. طيب شو قدمونا بالمقابل؟ لا بدل نقل عطيونا، بدل نقل بعده على 64 هلا بعدهم عم بياخذوا يعطوا بملفكم، ما خلص بعده على 64,000 ووعدونا مع وعد على الوعد يكمون دائما مثل ما بنحكي انه نبقى بنبحث باللترات البنزين. طب بالنسبة للاستشفى شو قدموا؟ ماشي لصندوق التعاونية الدولة تم دعمه بحجة انه ما في، في عجز بالموازنة، في عجز بالخزينة ومانا قادر تغطي نفقات. زيادة رواتب ما في، طب زيادة الرواتب وتصحيح الرواتب كمان ما في، كمان بحجة انه في عجز بالخزينة وما في امكانية لتغطية النفقات. معاش تقاعدي كمان صار ماشي، يعني ما عطيونا اي شيء، ما قدمونا اي شيء، عطيونا شيء من جيبتنا انه خدوا من جيبتكم، رحنا ربطناكم بالوزير وحيطلع بكره كل وزير ويقول نحن بدي اياكم تجوا ثلاث ايام لانه هيك بيكون سير العمل. يعني ما قدموا شيء عمليا. هذه الاداره، هذه السلطه عم بتغيب الرابطة، عم بتغيبنا عن حضور الاجتماعات تبعها، منا سألاني عن القطاع العام. هناك هدف وهناك خطة ممنهجة وهناك خطة مبرمجة لضرب القطاع العام وإنهاكه وتصفيته وبمساعدتكم. لا مش عم نروح على شغلنا، نحن عم نروح على شغلنا. لو قادرين عم نروح على شغلنا كنا رحنا. نحن عملنا الاضراب العام وقت اللي كانت الإدارة العامة عم بتقول ثلاث أيام كنا عم نروح ثلاث أيام، وقت اللي كنا قادرين نروح كنا عم نروح. نحن حيوضلنا وحافظنا على الإدارة بعز دين وأحلق الظروف، ضحينا في سبيل هذه الدولة وقدمنا التضحيات خلال الحرب الأهلية وخلال كل الأيام الصعبة اللي كنا عم نمرق فيها. طب خلينا نحكي، بس اليوم الموظف اللي معاشه مليونين ليرة كيف بده يعيش؟ حطي حالك محلنا. نعم. وقولي لي أنا كيف بده يعيش؟ كيف بده يأمن الكهرباء؟ كيف بده يأمن أدويته؟ كيف بده يأمن البنزين بأزمة البنزين؟ كيف بده يفوت على مستشفى بأزمة المستشفى؟ بس عم ينحكى عن عدة حلول مطروحة. انتم كيف بانتظار الموازنة؟ طب حضر حضرتك موجود معنا، قدم لي شو الحلول بدكم اياها؟ الحلول؟ نحن طلبنا بالشكل التالي ورح اقول لك الحلول وين. تصحيح رواتب وأجور. نعم. مش إننا نقدر نعيش بالحد الأدنى، ما بدنا أكثر. بدلنا نستنك بنزين، يعني لترات بنزين تتناسب مع المسافات، حتى إذا بدهم مع المسافات. إن أكيد وقت عم نحكي بتصحيح رواتب وأجور هو للموظفين والمتقاعدين، وقت اللي منقول لموظفين يعني كل القطاع العام، متعاقدين أجراء ويومين موظفين. عم نحكي بتصحيح بدعم صندوق تعاونية موظفي الدولة. طب هذه الدولة اللي عندها أموالها، هذه الدولة ليست مفلسة مثل ما عم يدعيوا، هذه الدولة منهوية ومسروقة. طيب قال في عندهم التهريب، التهرب الجمركي موجود، تهرب الضريبي موجود، هيدا كله ممكن نجيب منه مصاري. الأملاك البحرية والنهرية موجودة،
في عندهم الجمعيات الوهمية، في عندهم الإيجارات، عندك الدولار الجمركي اللي اتكل عليه وزير المالية ولم يقر ولم يقر ولا شيء ولا بده ولم يدخل حيز التطبيق ولم يقر كل شيء عم يربطونا اياه نحن كانه قادرين بعدنا نستمر نتفضلوا ننطر الموازنه. طيب اليوم يعني انت مين بيتحمل حكي رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم ترشيشي؟ الدوله تتحمل هذا الحكي لانه رح يقوموا بالتصعيد. بس خليني احكي ابراهيم دوري بالتصعيد الاسبوع المقبل واولى تحركهم رح يكون رمي انتاجهم اليوم المحاصر باضراب موظفين، ويعني انتو امام مراكز زراعيه بمرفق بيروت والمراكز الحدودية وصولا الى وزارة الزراعة في بيروت. انتوا عم بتعيقوا الدورة الاقتصادية، عم بتعيقوا الدورة الاقتصادية. اسمحي لي اتوجه بالتحية لكل زملائنا المضربين، لكل زملائنا اللي بعدهم صامدين. اسمع لي، على الاضراب شو يعني بالمفرق كل يوم تتضربوا محل؟ رح سمي اضرابنا اليوم هذا الاسبوع الثاني اسبوع الصمود والاستمرار. الأسبوع الجاي هو أسبوع الاستمرار، يعني الأسبوع الأول كان أسبوع التحدي وتحدينا. ليه بدك توجه لهم تحية؟ معليش يعني احنا بنحيي كل الناس، بس أنا قاعدة ببيت وعم بقبض آخر الشهر، شو بدي أحلى من هيك؟ لا مش قاعد ببيت، شو بدي أحلى من هيك؟ أنت حضرتك بالبداية قلتي عم بقبض الفتات. مزبوط، أنا عم بقول فتات بس اليوم هن بيضربوا، هي قصة الإضراب بين هلالين. أنا مقضربة وقاعدة ببيتي ومعاشي بيصلي على طبق من فضة، إن شاء الله بيكون 100,000. الأستاذ ترشيشي بدي أقول له، للأستاذ ترشيشي بدي أتوجه لأنه حضرتك ذكرتي. ايه ما طلع بيان، طلع بيان وقريته انا البيان امبارح. ايه زراعته ومنتوجاته الزراعيه ليست محاصره من قبلنا، روح يتوجه الى الدوله انه تلاقي حلول، هي عندها الامكانيات انه تسفر له انتاجه اذا انتاجه منه عم يقدر ينزل على السوق، تسفر له اياه او تنزله على السوق، وفي اكيد حلول بالنسبه لالون، في حلول كثيره تتفضل الدوله ويسعى لدى الدوله انه تامننا حقوقنا. نحن كمان منا بحاجة لحقوق مثل ما حقوق المزارعين، نحن منا ولاد عائلة وعيل وعنا ولادنا وعنا عيالنا بدهم ياكلوا ويشربوا. طيب ما بيرموا هن كمان، انتوا عم بتأثروا على باقي القطاعات. نحن كمان عم نموت على بواب المستشفيات مثل ما بقية القطاعات. طيب وقت اللي بيكون كيلو البندورة أنا ماني قادر أشتريه أصلا، يعني إذا نزل على السوق وحقه 40,000 وماني قادر، ما معي مصاري أشتريه، شو رح يصير بهالكيلو البندورة بالسوق؟ ماشي حيضل بالسوق. ما هن يعطونا المجال، يعني يعطونا. طب هلا في تحرك، ما انتهت الامور عندهم، بعده التحرك موجود وعم بيقوم وزير العمل وكمان رئيس الاتحاد العمالي العام. مشكور رئيس الاتحاد العمالي العام، انا بدي اشكره، بس خصوا بالقطاع الخاص، ويخصوا بالقطاع الخاص. نحن السلطه المخوله الوحيده والشرعيه بتناقش، نحن بنقول انه مشكور، عم بيساعدكم، يساعدنا كتر خيره. ايه هو بيخلينا نساعده، خلينا نساعد نحن وياه ونتوجه بمظاهره وحده بايد وحده بالشارع، هو يطالب بمطالب القطاع الخاص ونحن منطالب بمطالب القطاع العام، ونكون ايد واحدة بقيادة التحركات المطلبية والشعبية والمطلبية بالشارع. يتفضل، انا بتوجه له هلأ بالدعوة انه نحن موجودين بالشارع كل يوم، يتفضل الى الشارع ويطالب بمطالب القطاع الخاص، لانه ايضا القطاع الخاص قطاع مظلوم. فيها بقى اتصال. الو، صباح الخير مدام. اهلا وسهلا فيك، تفضل. اول شيء يعني بقى كمان من الحلول اللي ما ذكرها انه تخفيض عدد الموظفين القطاع العام. ايه هيدي على الدوله، يعني هي كانت القطاع العام هو الدوله بدها تحكي فيه. انا هكت الدوله يا استاذنا وما عم تشتغلوا، يعني شو اول شيء ما في موظف عم يقبض 1,200,000، كل حدا قبض ثلث. يعني هيدا الحد الادنى مضبوط الاجور يا استاذ؟ لا انتوا عايشين على القطاع الخاص، نحن دافعين الضرائب، نحن التاكس باير اسمنا. نحن دافعين الضرائب في 300,000 موظف. منو صحيح استاذ هذا الكلام؟ منو منطقي؟ ثلاث ارباعهم فاسدين. انت لو اداره مضبوطه وصحيحه وعايده الدوله ما كانت تسمح لي جاوبك. لو الدول الرئيسيه خليه بس ما اوجه، خليه يوصل الجو. تفضل خلص بتجاوب قد ما بدك. انت لو مضبوط ناس نضاف ما بتجيبوا هيك سياسيين. ميرسي انت كتير. لو ما بتجيبوا بتروحوا بتجيبوا نيابيين. اسمح لي شوي، بتروحوا بتجيبوا نيابيين بتحطوهم مجلس النواب ليجيبوا لكم حقوقكم. شكرا كثير لك، بدك تسمح لي جاوبك. ما بتروحوا بتاخذوا رشوه بال 2018 سلسلة ابو هواتي وبتصوتوا للسياسيين، انتوا نفسكم بتصوتوا للسياسيين. لا 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 لا، انه خيارات الشعب اللبناني بس عم تحكوا اثنينكم بس. خليه يخلص استاذ ابراهيم. نعم شكرا لك. ينجحوا بأصوات 200,000 واحد، انتوا الفاسدين مثل السياسيين. ميرسي كتير القطاع الخاص. استاذ القطاع الخاص انتوا عايشين على فيه،
استاذ شكرا شكرا كثير. اول شغله لإلك واسمح لي جاوبك. ما خليته يحكي للظلمه. لا حكي اللي بده اياه. مشكور بحديثه. معلي عم بيتصل ويتعذب بده يحكي. ألف عافية. هلا بدك تنكر انه معلي بدك تنكر اليوم انه بالقطاع الخاص ما في رشوه. بدك تنكر انه بالقطاع العام ما في رشوه. اختي مسؤوليه مين؟ مسؤولية التفتيش. تفتيش طبعا. انا مش رح هو ما مش هيك احنا بحكينا مجبور انطر لحتى يروح يصلحوا القطاع العام. انا بدي الجوع ما عاد فيي اتحمل. ونحن صلنا زمان من اول ما جينا على هالاداره العامه ومن قبل وعم النادي حتى وقت اللي كنا عم النادي بالسلسله وقبل السلسله انه تفضلوا اعملوا اصلاح اداري صحيح بالاداره العامه. ولكن هذه السلطه لا تريد الاصلاح الاداري. هذه السلطه لا تريد ان تصلح الاداره العامه والقطاع العام. تريد ان تدمره وتدمير ممنهج وخطه ممنهجه. عم نرجع نعيد نفس الكلام. بدي اقول له شغلي للاستاذ لا. ما يحملنا خيارات الشعب اللبناني اللي هو انتخب. مش نحن اللي انتخبنا. مش نحن. نحن رحنا انتخبنا بس مش خيارات الشعب اللبناني نحن اللي نتحملها. هن اللي طلعوا النواب وهن اللي راحوا انتخبوا وهن اللي نزلوا الاصوات بالصناديق. مش خياراتنا. مش نتحمل نحن هلا. شو بيأثر اضرابكم؟ اسمعني اسمعني. شو بيأثر اضرابكم على مثلا شراء الخدمات؟ في ناس كتير بالدولة منا موظفة او متعاقدة وبتقبض اخر الشهر. يعني بيأثر في تأثير على باقي موجودين بالدولة. نحن اللي غلينا البنزين. لا سألتك نحن اللي سؤال جاوبني ما عم بحطيك الجواب. نحن اللي غلينا الاتصالات بكرة. لا نحن اللي غلينا الكهرباء شيء. لا نحن اللي خلينا المولدات تطلع أسعارها 15,000 ليرة. لا نحن اللي غلينا وعملنا. ولا كل هول مسؤولية مين؟ مش مسؤوليتنا الانهيار الاقتصادي والانهيار المالي اللي عم بيصير بالبلد. بدنا نفتش على السبب الحقيقي. السبب الحقيقي هناك في هذه السلطة السياسية الفاسدة. لو نحن كنا عم نأثر على هول كلنا سوا معناتها نحن عبارك. نحن عمالك كبار. معناتها نحن قادرين نشل البلد. لا نحن عم نشل البلد حاليا. عم نأثر على الخدمات. لا مش عم. الاتصالات ماشية. الكهرباء مش موجودة. 50 مليار دولار. عم بتأثروا على الخدمات. عم بتأثروا على الخدمات. تفقى ما حدا عم يدفع. بالدوائر العقارية ما عم تدفع. الناس عم بتطلع مليارات الدولار. خليني احكي. طب ليه؟ تفضلي تفضلي. حضرة المهندس. تفضلي. بياخدوا بيعطوا الناس. تفضلي. في كمان يعني هيئة إدارة السير مليارات الدولارات. مش نحن مسؤولين عن هيئة. لا ما مضربين. اخذين. هيئة إدارة السير هي مسؤولة لوحدها وعندها ادارتها لوحدها. منا كتاب على القطاع العام. هي مؤسسة عامة. مقفلة. مقفلة لانه كمان اني شعب فقير. شعب نعم. جيع. ايه اتفق. اه مش انتو؟ بلا. ايه؟ لانه جعنا. ما شو؟ طب ما جعنا. ما بطلع مصاري دو. جعنا ولا ما جعنا؟ انتو؟ جعنا. ايه؟ برضو جعنا. لو ما جعنا ما وصلنا لهون. ايه بس اليوم. جوعونا. اليوم وزيرك. زلونا. اللي حضرتك عم بتقول وزير الداخلية. زاد لموظفينه. زاد لموظفينه. شو زاد لي لألي؟ ايه بس زاد لموظفينه. طب شو زاد لي لألي؟ طب كمان في ايد واجر بالدولة اللبنانية. معقولة يا هل يعقل انه الافرج تبع المعاشات موظفين القطاع العام مليونين ليرة؟ يعني كيف بده ياكل هالموظف؟ حطوا حالكم محلنا فقط لا غير. انا ما بطلب اكثر من الشعب اللبناني الا يحط مثل ما هو عايش. قادر يستمر؟ حدا منهم قادر يستمر بالمليونين ليره او بالثلاث ملايين؟ نعم بس اليوم يعني بين هلالين بموضوع فضل. الانتخابات الرابطه صار في طعن ما هيك؟ صار في طعن صحيح. ايه وليه ما توجهت له؟ ليه ما حكيت عنه؟ انا بدك احكي عنه. ايه اللي صار في طعن. اللي قام بالطعن لحوراء على القضاء. والقضاء ما بس لحد يتعلق بالطعن. ايه نحن ساعتها رحنا على الداخليه. تم تسجيل هذه الافاده افاده الانتخابات. ضلوا مأخرين مشهور لحتى سجلوها بعدين. ايه سجلوا 12 اسم. شو مصير الطعن هلا؟ بعده معلق بالقضاء. فاذا انتم وضعكم معلق بعده بالقضاء. ونعنيتها نحن بعدنا هيئة شرعية. طيب على لحين يبت بقرار القضاء. شو طالبين؟ يعني أنا اللي بعرفه. شو طالبين؟ أنا اللي بعرفه. بدي أسألك شغلة. ايه؟ لو بكرة أنا اللي بسأل. النائب اللي انتخب بالمجلس النيابي ورجع راح شخص تاني طعن بنيابته مبارح بعده نائب بالمجلس النيابي ولا لا؟ ونحن نفس القصة. في شخص انتخب عضو هيئة إدارية تم الطعن بعضويته بالهيئة الإدارية بيضل عضو هيئة إدارية ولا لا؟ لبين ما يبط القضاء بالقرار. نفس القصة. إذن اليوم أضرب مفتوح شرعية. اعتصامات متنقلة. الدوائر الرسمية بلبنان مسكرة أبوابها إلى حين الجمعة. حضرة المهندس إبراهيم نحر خذ وعطي. نحن الجمعة كان عندنا اعتصام كبير. بكرة عندنا اعتصام بحلبة. اليوم في تحرك قدام وزارة
قدام بسياحة رياض الصلح لموصفي الزراعة مثلا، نعم، إلى حين تحقيق المطالب، وهي نرجع تحقيق المطالب نرجع من إلى تصحيح الرواتب والأجور. إيه لأن لا نقدر يعني شو نستمر، يعني تقبله بشو بدي نقدر نستمر بحياة كريمة. يعني نحن طرحنا هيك بين هلالين أنه يعني يعطونا على الدولار الجمركي 8000 المعاش، المعاش نعم الحد الأدنى. هيدا العنوان العريض، مستقبل اتصال، مين معي؟ أحد العناوين. ألو ألو، ايه صباح الخير. صباح النور. الو عم نسمعك. الو تفضل تفضل. صباح الخير. صباح النور. انا بس بدي اساله للشاب اللي مهندس، المهندس ابراهيم نحال. نعم احترامي لك، انا شاب بس مهندس بالوقت زيته عضو. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. بس معلمي ما في موظف منكم الا ما يقبض رشوه، روح على القضاء. معلي خليها، خلي كمل اذا سمحت، خلي كمل تفضل. 12000 ليره حقها افاده العقاريه، كلفتني 80000 ليره. اوكي اوكي. رشوه تشقى بالقضاء. اخراج الايد حقه 4 طوابع، كلفني 10000 ليره فوق الاربع طوابع لسوي لي اياه. شو عم بتقلي انت؟ كمان تشقى بالقضاء يا استاذ. منكم ما في موظف منكم الا ما بيقبض رشوه استاذ. شكرا لك. بس هيدا الموضوع بس لحتى لكم، انا اللي بدي جاوب. اليوم في قضاء، في ادارات تحاسب مش موظف. يعني طبعا يعني الموظف لازم يتحاسب. ليش دفعت الريشي والمرتشي اثنيناتهم مسؤولين بالقانون؟ ما لازم. مزبوط؟ يعني انا محلك ما كنت بدفع. تفضل تفتيش مركزي وروح تشكى بالقضاء. وهيدا اخبار ولازم يقلنا الدوائر العقاريه كمان. تشكى بالقضاء. مستقبل اتصال اخر، مين معي؟ الو بونجور. بونجورين، يعطيكم العافيه. يا هلا. سبقني الاتصال اللي قبله بموضوع الرشاوي. ما في موظف ما عنده كذا شقه وعم بيأجرهم وعايش من وراهم. نعم بدك بالاسامي وبالجار. ايه تفضل بالاسامي. يا ريت. في حدا من بيت خليفه وين؟ بوزارة العمل. ايه عنده 9 شقق بالزلقة وجلد. شو اسمه صغير بتعرف؟ لا ما بعرف. استاذ فيك تتوجه للقضاء؟ لا ما بدي اتوجه للقضاء. بس عم خليه، بس خلي كمل معلش حضرتك المهندس تفضل. لانه لو القضاء عم برد على حدا وانت بتعرفوا هيدا الشيء بتتحجج بالقضاء. بس لمديره، معلش المدير الموجود يعني قبل ما نروح على القضاء في مدير وفي تراتبيه وفي هيكليه، يعني اليوم بالوزارات وبالادارات. هو مدير، هو كمان مدير. مدير. طيب مدير بوزارة العمل. ما في جرور مش مفتوح يا مدام بالقضاء نفسه حتى. نعم. شو ذنبي أنا بتحمل مسؤولية. هلأ الوزير يعني هو سلطة أستاذي الكريم. الوزارة للوزير. في جاوبك أنا بالموضوع. مسؤولية نفسك مع مني وما تسود وجه. نعم شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. أنا معك حضرتك، فيك تتوجه للقضاء حاليا. هلا دايما بتقول قضاء، يعني قضاء في محميين، في محميين بإدارات الدولة، في محميات سياسية بيقبضوا وبيرتشوا وبيعملوا شقة وما حدا بيحاسبهم. فلترفع السلطة السياسية إذن يدا عن الإدارة العامة، وهذا عنوان بعتقد حكيته من زمان مع حضرتك على الهواء مباشرة. خلينا ننهي يعني مكملين بالإضراب إلى حين إلى حين أخذ المطالب، تحقيق المطالب، تصحيح الرواتب، يعني حسب الرواتب الراتب على 8000، يعني هذا أحد الحلول. نعم اتفضل. أحد بس ننهي. دعم الصناديق الضامنة بدل النقل هو نص تنكة بنزين أو لترات بنزين حسب المسافات، وأكيد الدوام يعود إلى مثل شكرا لك. تحية إلى كل موصفين المقربين. ايه؟ الأسبوع الماضي كان أسبوع التحدي، أسبوع الحالي هو أسبوع الصمود، شجعوا. أسبوع الجاي هو أسبوع الاستمرار، والاستمرار حتى تحقيق المطالب، مستمرون حتى تحقيق المطالب. شكرا لك عضو رابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، لاقونا بعد هالفاصل لنستقبل ضيفنا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وعنا مداخلة لوزير العمل مصطفى بيرم. فاصل ونتابع.